دار القمر على بيتي، وكان في الدير رهبان، فصعدت صلاتهم إلي من خلال تدفق موجات نوره. وفي هضبات بيت الدين بناه الشيوخ أرباب العقول الشامخة في تطلعها إلى وجهه الحق. دقت أجراس أعراس الشهود من على مآذن أفئدة قلوبهم، وهناك العروس تنجلي في رؤية الزمان أمام صمت العقول وبهاء جمال الدنيا والآخرة. دار القمر واستدار في العمة البيضاء وفي تقدمة الخبز رستي، رمز الوحدة الجوهرية. آه لو كانوا يعرفون فيما يتعدى الأديان، وفي رقصة الحق في فرح التكوين، في بهجة الولادة في بيوت الله، أي في قلوب المؤمنين. دار القمر فوق بيتي وغاب. وكما تأكلون تكونون، حتى فكريا، لأنه لوحظ أيضا علاقة الغذاء بمزاج الحيوانات التي اختبر عليها. 2000 فأر مثلا، أو عدد من السعادين. فعندما هذه الفئران تجانب أكل اللحوم، أو يجعلونها تجانب أكل اللحوم والأسماك والمآكل المطفية، فإنها تتلبس بوداعة عجيبة وتعيش بسلام فيما بينها، وطبعا لا تعرف الأمراض إطلاقا. أما الفئران الأخرى، وكان أيضا عددها 2000، الذي اختبر عليها بإعطائها الغذاء الذي تعودناه والذي أخذناه عن الحضارة الغربية، أي الغذاء المطحون وكثرة اللحوم وسواها من المواد الملوثة بالنار أو الملوثة بالأسمدة الكيماوية أو سواها، فإن 60% من هذه الفئران مرضت بأمراض الإنسان، ومنه السرطان والسل والعصبي وسواها. وأصبحت هذه الفئران شرسة. فالذي يهمني هنا بشكل خاص العلاقة الجدلية القائمة بين التغذية وبين مزاج وخلق الإنسان. اكتشف بعض العلماء في بوسطن، وهم 5 علماء تحت قيادة الدكتورة وينغمور، أن لهذا النبات القمح الطري الذي لا يعود إنباته إلى أكثر من 7 إلى 10 أيام فوائد هائلة بالنسبة لمعالجة الأمراض. فالقسم الأول من بحثي عن الهنزة وعن الجوريكونال كان يتعلق ب المناعة الطبيعية التي تجعلنا لا نمرض على الإطلاق، ولا بمرض، لا بالجريب ولا بالإنفلونزا ولا طبعا بالسرطان ولا بالسل. هذه الأمراض مجهولة عند شعب الهنزة وعند شعب الجوريكونال، كل الأمراض البشرية مجهولة. ويستطيع الرجل المسن بعمر 110 سنين أن يقطع مسافات 30 و40 كيلومتر بدون تعب على الإطلاق في الجبال. أما الشباب فيقطعون في النهار، أما الشباب فيقطعون مسافات أوسع بكثير. أما قضية القمح فعالجتها الدكتورة وينغمور من ناحية الشفاء. تبين لها أن الحيوانات الداجنة والحيوانات البرية حتى المفترسة منها عندما تمرض تذهب فتأكل من نوع مخصوص من العشب، ويمكن أن نلاحظ ذلك عند القط الذي هو في البيت أو الكلب الذي نقتنيه. فبين هذه لاحظت أن هناك 5 أنواع من العشب، وأحد هذه الأنواع هو العشب الطري عندما يخرج من القمح في هذه الفترة بين 7 و10. وذلك لسبب بسيط، أنه يكون غني جدا بعدد كبير
من ما يسمونه الخمائر التي أخذ العلم الحديث يكتشف دورها الأساسي في عملية الصحة والمرض، ودورها الأساسي في ما يسمونه التماثل الميتابوليزم، وخصوصا دورها الأساسي في امتصاص الغذاء. فهي في العمليات الكيماوية التي تحصل في الجسم تشبه تماما بعض المعادن التي نضيفها إلى هذا التفاعل الكيماوي، فتساعد في إسراع هذا التفاعل، ولكنها هي تبقى في النهاية كما هي دون أن تتغير. لكن المهم أنه يأكل الإنسان نسبي بتجاوز 85-90% من مواد مش محطوطة على النار، لأن النار بتغير من طبيعة المأكولات، وخصوصا المأكولات العضوية غير الأشياء المعدنية، بتتغير بالنار تماما. وتاني مسألة طبعا بده مش كل شيء الأكل، في كمان التنفس، بده الإنسان يتنفس كل يوم في حياته، لأنه فينا نبقى يمكن 5 أيام 20 يوم، في ناس بقوا 30 أو 40 يوم بدون أكل، لكن ما فينا نبقى دقيقة من دون تنفس. فالتنفس لازم كل يوم نحن نتنفس بشكل على بكرة والظهر وعشية تنفسات عميقة متكررة، ونتعود على هالشيء ونفتح صدرنا بواسطة بعض التمارين حتى نقدر نعيش من هالنفس اللي عم ناخده، لأنه لا ننسى أبدا انه النفس مشتق من النفس، فالحياة في النهاية مكونة من انفاس، من نسائم في المعنى الصحيح للكلمة، فلازم نعانيها. اول شيء التالت طبعا هو انه ما ناكل اكتر من اللازم، لازم الانسان ياكل تلت مثل ما بيقولوا اخواننا الجوس، يعني بيتلي تلت معدته، تلت الباقي للشرب بس بعد ساعة من الأكل، لأنه الشرب بعد الأكل مباشرة ما في أضر منه على الإطلاق، والتلت الباقي لازم يبقى فاضي، فمو لازم يبقى للهواء. ويمشي، المشي ضروري جدا. قال اليوم نحن معمولين مثل ما بيقول شوي لينسون في كتاب أخير له، معمولين حتى نعمل حركة عنيفة، فعن لازم نمشي كل يوم ساعة ساعتين ثلاثة أربعة قد ما بنقدر، وقد ما تمكننا الحضارة المصطنعة ان نكون احرار وننمي شخصيتنا. نفسهم مرة بالجمعة حتى يتطهر الجسم من الرواسب اللي بتكون بقت من فضلات الطعام في الخلايا، واللي هي السبب الرئيسي في الشيخوخة. فمرجو الانسان يصوم على الاقل نهار، 48 ساعة طبعا بيكون افضل، اكتر بده طبعا يكون حر حتى يقدر يصوم، لكن قبل ما يصوم لازم يفرغ مصارينه، لأنه السموم كلها في الجسم اللي تأكل حيويتنا هي موجودة في المصران الغليظ، ولازم دايما ناخذ يا شربة صغيرة أو غيرها من الوسائل حتى ننظف حالنا داخليا، ساعتها ما بيصيبوا لا وجع راس اللي بيصوم ولا بيتأثر على الخالص، وبيضل يمارس جميع أعماله بحيوية وبنظافة فكر غريبة. وكثير من المفكرين في هذا البلد والمثقفين، معظم المثقفين لا يقرؤون، فلا يطلعون على نتائج العلم، ولا يستشفون الاتجاهات الكبرى للجدلية ذاتها. فجدليتهم لا تزال هي جدلية من 150 سنة، يعني من سن جد جد، بينما اليوم في ضوء العلم وخصوصا العلوم الفيزيائية والاجتماعية فإن الجدلية يجب أن تعطى في الحقيقة مفهوم جديد. ما امتص امتصت الشعوب العربية العلم الحضاري مثل ما لازم منها تمتصه، ما قولة بتحالة فيه. شو يعني نحن ما بيهمنا كيف يتعلموا كيف يصنعوا الكباية، بيهمنا يعرفوا المبادئ العلمية اللي على أساسها فينا نصنع الكباية، ونظرية الكون العلمية للأشياء يكون عنده نظرة علمية شاملة تصحح بعض المفاهيم التقليدية اللي اجتهم. نحن نفكر بالكلام مش هيك، ولسبب الفكر مرتبط بالكلمات مش ممكن ينفصل عنها، بدون كلام ما يقدر الإنسان يفكر. لكن
قبل ما يولد الفكر في حيز الكلام، الفكر في الواقع بيكون ليس له شكل، يعني لا شكل فكري ولا شكل كلامي. في هالمقام من مقامات الفكر بيقدر الفكر يلبس كلمات الفرنساوي، بيقدر يلبس كلمات العربي حسب إذا بتريد يعني أشكال الصهر، يعني اللي منقدمها لها المعدن من الصلب اللي عم بيذوب فينا وبده يظهر.